لقد كان الذئب كبيرا هكذا وجاء مزمجرا. نعم حقا؟ وماذا حدث؟ نعم لقد كان علي أن أحمي الخراف فأمسكت به هكذا. ألم تكن خائفا؟ كلا أنا لا أخاف أبدا. يا لك من قوي، إنني معجبة جدا بشجاعتك. كما رأيتم لقد تغيرت القصة كثيرا وأخذ الصبي يروي أنواع القصص العجيبة. لقد أتى من تلك الجهة. نعم لا تخافوا ولا تفزعوا فأنتم في أمان طالما أنكم معي أنا القوي جدا. أيا لا 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 أنا القوي الذي هزم. أهلا بساليا. فرح الصبي كثيرا لأنه لن يصبح وحيدا بعد الآن، وتوجه جميع أطفال القرية إلى الجبل سعيا وراء المغامرة التي أفزعتهم وأثارتهم في الوقت ذاته. إلا أن أيام السعادة هذه لم تدم طويلا، سرعان ما كف الأطفال عن الصعود إلى الجبل. ديساليا، هل ستذهبن لقطف التوت؟ سآتي معكن لأن الذئب موجود هناك وسأقاتله بقوة العجيبة. ماذا؟ أنا أشك بوجود الذئب هنا. لا إنه موجود، لقد رأيته ولكنه لم يأتي إلى هنا. ولكن هل أنت واثق من أن ما رأيته كان ذئبا؟ لا فائدة من الحديث معك، هيا بنا. هيا الذئب موجود فعلا، لقد رأيته. حزن الصبي كثيرا لأنه عاد وحيدا من جديد. لقد تذكر الصبي الأيام الخوالي عندما كانت بنات القرية يصدقنه، ولكن وبعد مرور تلك الفترة لم يعد أحد يصدقه. سيأتي الذئب ثانية، لما لا؟ يجب أن أتصرف، أنا واثق من ذلك. الذئب هيا بنا بسرعة. هيا بنا بسرعة. هيا هيا